انا رهيب نراجع على فورمن. ثانية سكند لون كريستال. طيب نراجع على فورمن بكوادراتيك ايكويشن. فورمن كوادراتيك. الاول لو هو اداني ايكويجن كده وقال لي مثلا ايه، يعني جاب لي سؤال كده ده ايكويجن او ده كوادراتيك ايكويجن، فود روتس، وقال لي مثلا 2 اند نيجاتيف 3 از نوت، ممكن اعمل لي كده. طيب هي الرول بتقول ايه؟ الرول بتقول ان الكوادراتيك ايكويشن الكوادراتيك ايكويشن اكس باور 2 ماينس سام اوف روتس جنب منه اكس كده وبعدين بلس برودكت اوف روتس ايكوال زيرو. دي الرول بتاعتي. طب يبقى انا كده مطالب ان انا اجيب السم بتاع التو روتس دول واجيب البرودكت. طيب السم بتاعهم هنعملهم بلس بعض، انا هكتب 2 بلس نيجاتيف 3 واجيبها على الكالكوليتر هتطلع نيجاتيف 1. طب البرودكت بتاعهم، البرودكت يعني نعملهم تايمز بعض، 2 تايمز نيجاتيف 3 هيطلع الانسر نيجاتيف 6. بس يبقى انا بجيب السم والبرود. طيب نكون الكوادراتيك ايكويشن ازاي؟ اكس بار 2، السؤال زي ده ممكن يجي تشوز طبعا يعني، ماينس سم اوف روتس اللي هو نيجاتيف 1 وجنب منه اكس بلس البرودكت اللي هو نيجاتيف 6 ايكوال زيرو. بس طيب عايز اظبطها شويه يعني، مش عشان ما خدش منظرها كده، يبقى اكس بار 2 نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف 1 وال 1 ما بيتكتبش، فمش هكتب بوزيتيف 1 اكس يعني هكتب بوزيتيف اكس، وهنا بوزيتيف في نيجاتيف في نيجاتيف 6 ايكوال زيرو. بس وابقى انا كده جبت له الايكويشن اللي هو عاوزها اللي هي اكس بار 2 بلس اكس ماينس 6 ايكوال زيرو. ده الاول كده، ده ممكن يجيبها لي على اي تشوز، على اي تشوز اجيب سم اوف روتس برودكت اوف روتس وخلاص واطلع. عندي اثنين ايكويشن دي اف ال اند ام ار ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن x بار 2 مثلا ماينس 5x بلس 6 ايكوال 0، then the equation او then ممكن نقول define the equation whose roots roots بتاعتها نقول لي مثلا roots بتاع ايه؟ l بار 2 and ام بار. والله دي انا ممكن اجيبها في الموضوع السم اوف روتس والبرودكت اوف روتس اللي هو القانون، اللي هو سم اوف روتس نيجاتيف بي اوفر اي وبرودكت اوف روتس اللي هو ايه سي اوفر اي، بس انا ممكن احلها بطريقه ثانيه. انا شايف ان دي لا فاكتورايز، طالما الايكويشن لا فاكتورايز خلاص خلاص ممكن اقوم عامل ازاي، ماسك دي عاملها فاكتورايز على طول. طب اعمل لها فاكتورايز على طول ازاي؟ اهو اكس واكس. طيب وال 6 نعملها كام؟ 3 تايمز 2 وده نيجاتيف وده نيجاتيف ايكوال 0، يبقى يا اما الاكس ايكوال 3 يا اما الاكس ايكوال 3. طيب هو بيقول لي ان الروتس بتوعها اسمهم ال وام، يبقى واحد اسمه ال والثاني اسمه ام، خلاص ممكن نخلي ده ال ويبقى ده الام بس وخلاص. ساعات يقوم قايل لي ايه وير ال اصغر من ام، خلاص خلي ده الام خلي ده الام، يعني على حسب ساعات يكتب جنب المساله كده وير. هو هنا مثلا يقول لي جنب المساله دي وير ال جريتر ذان ام،
خلاص يبقى نختار ان ال هو الكبير وال ام هو الصغير. طيب انت عايز الايكويشن اللي الروتس بتوعها ايه؟ الايكويشن الجديده بقى اللي هنكونها الروتس بتوعها ال باور 2 ال باور 2 خلاص اه يبقى ال باور 2 اللي هو هيبقى 3 باور 2 يعني 9. طب الروت الثاني دول بقى بتوع الايكويشن الجديده اللي انا هكونها ام بار 2 يعني 2 بار 2 اللي هي 4 خلاص. يبقى دول بقى كان دي زي المساله اللي فاتت ومديني دول التو روتس وبيقول لي هات انت الايكويشن خلاص اقوم جايب لهم سام اوف روتس اللي هو 9 بلس 4 ايكوال 30 واقوم جايب لهم برودكت اوف روتس اللي هم ايه 9 تايمز 4 ايكوال 36 وهم يقول له بقى الايكويشن اللي انت عاوزها ايه؟ الايكويشن الجديده بقى اكس بار 2 ماينس السم اوف روتس اللي هو 30 جنبها اكس بلس البرودكت وايكوال وخلاص ده بقى جبت له الايكويشن. طيب ساعات بقى بيقوم جايبها لي ايه؟ بيقوم جايبها لي ملهاش فاكتورايز ملهاش فاكتورايز ويجيبها لي في اسم. في الحاله دي اللي عايز نحلها بقى ايه؟ او انا ممكن اعملها فاكتورايز على الكالكوليتر بس هو غالبا بيبقى عايزها فالفاكتورايز على الكالكوليتر هيطلع لك اي وكده هيطلع اي وكده فبمعنى صح مش هيبقى لها فاكتورايز يعني ايه؟ اللي بيبقى نمبر 3 مثلا وممكن يطلب مني ايه؟ مثلا يقوم عامل لي كده خلي ده مثلا 3 وخلي ده 5 مثلا ويقوم قايل لي ايه هوز رولز ممكن يقول لي مثلا بدل دول مثلا 1 اوفر ال و1 اوفر ال يعني روت منهم 1 اوفر ال والتاني 1 اوفر ال فانا هاجي احاول اعمل فاكتورايز لدي مش عارف مش عارف اعملها فاكتورايز لان ال 5 ما تنفعش الا 5 تايمز 1 والمساله بلس وانا كده مش هعرف اعمل فاكتورايز ففي الحاله دي اضطر اعمل ايه يا جماعه؟ استخدم بقى الرول بتاعت سام اوف روتس وبرودكت مش عارف كده خاصة لو بقى جالي سؤال اس يعني هو انا لو جبتها على الكالكوليتر بس الروتس هيطلع فيهم اي هيطلع فيهم اي فانا كده هضطر ان انا بقى ايه زي ما اتفقنا عشان ما تجيبوش اي في الاجابات لازم ان انا اعمل تاب الكالكوليتر وانجزت فمضطر ان انا اعملها له كده بقى اجيب له بقى الروت بتاعتي اللي ايه؟ اطلع الاي والبي والسي الاي ب1 والبي بنيجاتيف 3 والسي ب5 بس ركز عشان اديكم مسائل تعملوها على الكلام ده. طيب نجيب بقى سام اوف روتس، سام اوف روتس له قانون اللي هو ايه؟ نيجاتيف بي اوفر اي دي الرول بتاعته. طيب نيجاتيف بي اوفر اي يعني ايه؟ يعني نيجاتيف نيجاتيف 3 اوفر اي اللي هي ب1 تطلع الاجابه 3. يبقى انا كده سام اوف روتس، الروتس بتوعنا واحد منهم اسمه ال والثاني اسمه ام. يبقى معنى كده ان ال بلس ام ايكوال 3 وبروز المعلومه دي. طيب ونقوم جايبين له برودكت اوف روتس برودكت اوف روتس البرودكت اوف روتس قانون بيقول ايه؟ بيقول سي اوفر ايه مفيش نيجاتيف بقى مفيش نيجاتيف السي اللي هي بكام؟ السي اللي هي ب 5 والاي اللي هي ب 1 تطلع الانسر 5. طب ما هو برودكت اوف روتس يعني نعمل ال ال تايمز الام لانه ال الروتس بتوعها كام؟ ال وام اهو يبقى ال تايمز ام لو انا عملت ال تايمز ام هتديني ال ام يعني ايكوال كام؟ ايكوال 5. نبروز المعلومه دي عشان المعلومتين دول انا هستخدمهم بقى تو فايند ايه ذا سكند ايكويشن او ذا نيو ايكويشن ازاي؟ طيب الايكويشن الجديده محتاجه ايه؟ محتاجه اولا ان انا اجيب سام اوف روتس ما انا دلوقتي ما عنديش ال ال لوحده ولا الام لوحده فاضطر اجيب لها سام اوف روتس بس سام اوف روتس بتاعتها ملهاش قانون سم اوف روتس يعني كده شغال هنا كده في الناحيه دي في النيو ايكويشن سم اوف روتس اللي هم مين؟ اللي هم 1 اوفر ال بلس 1 اوفر ال. طيب 1 اوفر ال بلس 1 اوفر ال دي انا عاملها ازاي؟ لما يكون عندي تو فراكشنز بلس بعض لما ناخدها في رابعه ابتدائي
هم عاملين زي كروس مالتيبليكيشن كده، زي كلمة لا بالعربي، زي كلمة لا بالعربي. هم عامل 1 تايمز ام في ام، 1 تايمز ال ايكوال ال، واللي تحته تايمز بعض. يبقى بعمل 1 تايمز ام واحطه فوق، طالما ال 1 ده فوق، 1 تايمز ال واحطه فوق، اوفر ال تايمز ام اللي تحته بعض يديني ال ام. طيب، طب ما هو ام بلس ال هي ال بلس ام، ام بلس ال هي ال بلس ال اللي هي بتفيد. طيب وال ام بكام؟ ال ام ب5. يبقى انا عوضت على دي وعوضت على دي، بس بدل الصم برود. طب عايزين نجيب البرودكت. البرودكت برضو ملوش قانون. ليه ملوش قانون؟ لان مفيش ايكويشن اصلا، ده انا اللي هكونها لسه. واحد يقول لك ما البرودكت هو سي اوفر اي، سي اوفر اي انا ما عنديش ايكويشن. ده هو بيقول لي اعمل لي واحده جديده فورم، يعني فايند ذا ايكويشن اوف فورم ذا ايكويشن، واحده جديده الروتس بتاع دول. انا اصلا ما عنديش ايكويشن عشان اطلع منها السي والاي والكلام ده. فهنخش فيهم على طول نعملهم تايمز اهو، 1 اوفر ال تايمز 1 اوفر ال. انا لما باجي اعمل تو فراكشنز بقى تايمز بعض، لما اعملهم بلس بعض بنعمل حرف لا، ده كلمه لا، يعني ده تايمز ده وده تايمز ده وده تايمز ده. ده لما اجي اعمل بلس او ماينس في البراكت. لكن لما اجي اعمل تايمز بعمل ايه؟ بعمل اللي فوق تايمز بعضه واللي تحته تايمز بعضه، بس مفيش بقى لا ولا كده. يعني 1 تايمز 1 ب 1، ال تايمز ام ب ال ام. كويس قوي. طب يبقى دي 1 وال ام عندي بكام؟ انا مبروزها اهي ب 5. يبقى احنا بنستخدم الاثنين اللي طلعوا دول، المعلومتين اللي هم 1 و2 دول، بستخدمهم وانا بحل في الايكويشن الجديد زي الفل. يبقى انا كده اللي يهمني هم الرقمين دول، ده سام اوف روتس وده برودكت اوف روتس. اما اللي بقى الايكويشن بتاعتك اللي انت عاوزها ايه؟ يعني ممكن تقول له حتى ريكوايرد ايكويشن، ممكن تقول له ريكوايرد ايكويشن، يعني مطلوب ايكويشن المطلوب، او ريكوايرد ايكويشن اكس باور 2 ماينس سام اوف روتس اللي هو 3 اوفر 5، حط جنبها اكس، بلس برودكت اوف روتس اللي هو 1 اوفر 5 ايكوالتي. يبقى هي دي الايكويشن بتاعتك. بس هو غالبا في الامتحان او في الاختيارات مش هتلاقي جايبها كده، مش هتلاقي جايب فيها اوفر كده. امال بيعمل ايه بقى؟ بيظبط شكلها شويه. يظبط شكلها ازاي؟ طالما فيها اوفر 5 كده بيقوم عاملها تايمز 5 كلها. يعني هو المفروض يعني لحد كده خلص، ولكن هو مش هيكون جايب شكلها كده. امال هيكون جايب شكلها ازاي؟ هتلاقيه قام عامل لها تايمز 5 اهو. وعامة مش مستحب في اي ايكويشن في الماث ان يكون فيها فراكشن كده. لما تلاقي فيها فراكشن كده شوف اللي تحت ده ايه؟ ده 5 وده 5 قوم عاملها كلها تايمز 5. طب افرض لقيت ده 10 وده 5، ال 10 تنفع بواحد ال 5، اعملها كلها تايمز 10، يعني اعملها تايمز الرقم الكبير عشان تضمن ان الدينومينيتور ده ضاع خالص. لانك لما تعمل تايمز 5 ايه اللي هيحصل؟ الاكس بار 2 تايمز 5 هتبقى 5 اكس بار 2. 3 اوفر 5 دي لو عملتها تايمز 5 هتبقى نيجاتيف 3، فدي الاكس. 1 اوفر 5 لو عملتها تايمز 5 هتدي لك 1. وطلعت الايكويشن بالمنظر ده. يبقى لو جابها كده في الاختيارات صح، لو جابها كده في الاختيارات صح. الكويز ده بقى كتطبيق على الموضوع، ونبعته على الجروب بنفسنا، نعمله بنفسنا ونبعته على الجروب. طيب انا هحل المثال ده بتاع الكويز دي، وانتوا تراجعوا معايا بقى تشوفوا اللي عامل صح وعامل غلط. طيب هو هنا كان بيقول لي اف ال اند ام ار ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن دي، فايند ذا ايكويشن هوز روتس ال بار 3 ام بار 3. انا لما الاقي الايكويشن بتاعتي او سوليوشن، طالما الاقي لها فاكتورايز، يعني دي لا فاكتورايز على طول خلاص، مفيش داعي ان انا اقعد اجيب بقى سام اوف روتس وبرودكت اوف روتس ونيجاتيف دي اوفر اي والكلام ده. اعمل فاكتورايز على طول اكس واكس، والفور الفور هتبقى 4 تايمز 1، ده هيبقى نيجاتيف وده هيبقى بوزيتيف. يبقى كده الاكس هتطلع ب 4 والاكس هتطلع بنيجاتيف 1. طيب ساعات هو يا جماعه بيكون جايب لي جنب المساله يقول لي ايه مثلا؟ وير ال از سمولر ذان ام. المعلومه دي مهمه جدا،
وير ال ذا سمولر ذان ام يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول لي ان انت دلوقتي هتسمي واحد ال واحد ام، خلاص خلي لي ده هو ال ام وخلي ده هو ال ام، لانه قال لك ال ذا سمولر ذان ام، ما قالش المعلومه دي براحتك بقى، سمي اي واحد ال واي واحد ام تنصح. طب كده احنا جبنا ال والام. طب الكويشن الجديده بقى الروتس بتوعها ايه؟ واحد اسمه ال بار 3 والتاني اسمه ام بار 3. طب ال بار 3 يعني تبقى 4 باور 3 تطلع 64. طيب وواحد اسمه ام بار 3 يعني هيبقى نيجاتيف 1 بار 3. هو ال اللي كان بنيجاتيف 1 ماشي مش فارقه قوي يعني. هو كده كده هنجمعهم مع بعض. نيجاتيف 1 باور 3 يطلع نيجاتيف 1. والتاني ده اللي هو ام باور 3 اللي هو هيبقى 4 باور 3 هيطلع بكام؟ 64. طيب اقوم جايب سام اوف روتس بقى، سام اوف روتس اللي هم الجداد دول بقى دول بتوع ايه؟ يعني هكتب حتى هنا ان دي نيو ايكويشن بس الناس ما تلخبطش. النيو او الريكوايرد ايكويشن، ودي كانت الاولد ايكويشن او الجيفن ايكويشن كده كده. طيب النيو ايكويشن بقى انا اجيب سم اوف روتس بتاعها، ده روت نيجاتيف 1 والتاني 64، ده نيجاتيف 1 بلس 64 هيطلع الانسر 66، ودي انا محتاج. طيب هجيب البرودكت اوف روتس اهو، هعملهم تايمز بعض، نيجاتيف 1 تايمز 64 هيطلع الانسر نيجاتيف 64. طيب خلاص طالما انا جبت بقى السم اوف روتس والبرودكت اوف روتس الايكويشن بقى بتقول ايه؟ كوادراتي اللي هي النيو ايكويشن بقى او الريكوايرد ايكويشن اهي، عشان غالبا لو جاب المساله دي بيجيبها لما تكون طويله كده بيجيبها اس، اكتب له القانون بتاعه، القانون بيقول اكس بار 2 ماينس سم اوف روتس وهنا اكس بلس برودكت اوف روتس ايكوال زيرو، لازم ايكوال زيرو. طيب خلاص انا دلوقتي ادي اكس بار 2 ماينس السم اللي هو بكام؟ السم ب 63 حط الاكس بلس البرودكت اللي هو نيجاتيف 64 ايكوال زيرو. طيب يبقى دي اكس بار 2 ماينس 63 اكس لو ده بوست في نيجاتيف نيجاتيف 64 ايكوال زيرو. وبقى انا جبت له الايكويشن دي اللي هو عاوزها اهي، هي دي الايكويشن كده. يبقى هو كان مديني واحده وخلاني انا ايه اوجدت واحده ثانيه فورم ذا ايكويشن. تمام. طيب المساله بقى ليها نمبر 2. نمبر 2 مديني ايه؟ الايكويشن ملهاش فاكتورايز، ملهاش فاكتورايز، يعني قال لي ال اند ام ار تو روتس اوف ذا ايكويشن. وانا يغير الايكويشن قال لي ايه؟ قال لي مش عارف كده مثلا